إذن متابعينا الكرام نتواصل بتواصل أشواطنا وتحديات هذه الشعارات وهذه الأسماء متابعينا الكرام لهذه الانطلاقات الرائعة والجميلة. شوطنا السادس أيضا للأبكار المهجنات الأصايل متابعينا الكرام، ومسافتنا هي 8 كيلومترات. نتمنى التوفيق دائما وأبدا للجميع. مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة الأولى متابعينا الكرام، إلى قناعة لمحمد بن محنى بن البلوع العامري، يقدم لنا قناعة مع المركز الأول، بينما ثاني الأسماء التواصل من رهف لسالم بخليفة بن سيود الدرعي مع المركز الثاني، حيث الدخول على ثالث الأسماء والوصول من عزام لمحمد بن سعيد بن متعب الشامسي، يتقدم في هذه اللحظات على ثالث الأسماء، بينما رابع الأسماء ويتواصل في هذه اللحظات مشاهد الأعزاء مع مياس سالم بن حمد الحبروت الجنيبي، يتقدم في هذه اللحظات على رابع الأسماء، بينما خامس الأسماء الشانية وهناك سهيل وسلم بن قزول العامري، وسادس الأسماء أيضا مريفة لسالم بن محمد سعيد بن محمد العفاري، يتقدم في هذه اللحظات مع مريفة على سادس الأسماء. سابع الأسماء المركز السابع، ننتظر القدوم في هذا المسار والتحدي والمنافسة مشاهدين الأعزاء. هنا ايضا يصل الشعار ايضا سالم بسليب بخصوان العامري، مقدما لنا متعبة في هذا المسار وهذا الاندفاع مشاهدينا الاعزاء، بينما هناك القدوم الاخر في هذه الاندفاعات الرائعة والجميلة متابعينا الكرام. هناك اسماء ولكن عودتنا الى الصدارة نكتفي بهذا القدر لنعود الى مقدمة الشوط والى المنافسة والقوة والتحدي مشاهدينا الاعزاء الذي يدور ما بين هذه الاسماء الرائعة والجميلة. عودة الى مقدمة الشوط. مثل الطباع
إذن عودة متابعين الكرام إلى مقدمة شوط وإلى رهف لسالم بقليه بالسيود. الدرع يقدم لنا رهف مع المركز الأول والقيادة الأولى، بينما المركز الثاني التواصل في هذه اللحظات. والقدوم متابعين الكرام من قناعة لمحمد بن محنة بالويع العامري يتقدم مع قناعة مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث متابعين الأعزاء وثالث الأسماء تأتي. عزامة لمحمد بن سعيد بن متعب الشامسي يقدم لنا عزامة في هذا المسار على ثالث الأسماء، بينما رابع الأسماء وننتظر القادمة في هذه اللحظات مع المركز الرابع في خلال هذا المسار وهذا التحدي والمنافسة. متابعينا الكرام، مريفة تصل في هذه اللحظات، وسالم بن محمد بن سعيد بن محمد العفاري يصل في هذه اللحظات على رابع الأسماء وخامس الأسماء. الدخول في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعي الكرام من شانية السهيل بن سلم القزول العامريات في هذه اللحظات على خامس الأسماء، بينما سادس الأسماء وسادس الأسماء نرى القدوم والهجوم في هذا المسار متابعينا الكرام على سادس الأسماء. المركز السادس هنا أيضا مياس سالم بن حمد الحبرود الجنيبي، بينما هناك أيضا شعار بن خصوان يقدم لنا متعبة في هذا المسار وهذا التحدي والمنافسة على سابع الأسماء. هذه النتيجة مشاهد الأعزاء، إذن متعبة قادمة بشعار سالم بسليب بن خصوان العامري. ونعود إلى مقدمة شوط. إذن عودة إلى شعار أبو خليفة يتقدم في هذه اللحظات مع رهف سالم بخليفة بالسيود الدرعي يتقدم مع المركز الأول، بينما المركز الثاني تأتي قناعة لمحمد بن محنة بالويع العامري. هنا يأتي مع المركز الثاني، بينما ثالث الأسماء التواصل في هذه اللحظات والقدوم متابعينا الكرام. وتأتي عزام لمحمد بن سعيد بن متعب الشامسي، وهنا الدخول من مريفة وسالم بن محمد بن سعيد بن محمد العفاري قادم في هذه اللحظات مع مريفة في هذا المسار وهذا التحدي وهذه المنافسة التي تدور ما بين هذه الأسماء. وهناك شعارات قادمة، شعارات هاجمة سوف نراها في قادم الأمتار. نكتفي بهذا القدر ونعود إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة الأولى، إلى رهف على الصدارة الأولى، على المركز الأول، على القيادة الأولى من خلال هذا الأداء الرائع والجميل. متابعينا الكرام، وسالم بخليفة بالزيود الدرع هنا يقدم لنا أيضا هذه النوعيات، يقدم لنا هذه الانطلاقات، يتواجد في كل الفئات العمرية، يتواجد في كل الانطلاقات والمنافسات. الله الله الله، رهف إذن على الصدارة، رهف على المركز الأول، وسالم بخليفة بالسيود الدرعي هنا يتقدم متابعين الكرام، يبحث عن هذا الناموس ويتجه الاتجاه السليم إلى لوحة
الكيلو المتر الأخير، لوحة واحد، لوحة الغلاف الجوي الساخن. هنا متابعين الكرام ناتي بالصدارة الأولى مع رهف على المركز الأول والقيادة الأولى ما شاء الله. هناك أيضا شعار بن مرحوة أيضا يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثاني، شعار بالدبية يقدم لنا مريفة، وسالم بن محمد بن سعيد بن محمد العفاري قادم مع مريفة مع المركز الثاني، بينما هناك الأسماء القادمة، ولكن هنا رهف تاتي بهذا الانطلاق، رهف على الصدارة الأولى على المركز الأول ما شاء الله تبارك الرحمن. وسالم بخليفة بن سيود الدرعي هنا يقدم لنا رهف على الصدارة الأولى، رهف على المركز الأول، رهف ما شاء الله وعصاتها في بطانها أداؤها تلقائي، ولكن مريفة قادمة، مريفة قادمة، وسالم بن محمد بن سعيد بن محمد العفاري قادم، قادم مع مريفة، ولكن هناك رهف لا زال الأداء تلقائي حتى هذه اللحظة. هنا يتقدم أبو خليفة، وسالم بن خليفة بن سيود الدرعي هنا يتقدم في هذه اللحظات على الصدارة الأولى، رهف 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 تأتي بهذا الاندفاع الرائع والجميل مع اللحظات الأخيرة. سلام أبو خليفة، سلام سلام رهف سلام، والعصا في الإبطان ما حركها أبدا، ما حركها أبو خليفة، عصاتها في بطانها أداؤها تلقائي. سلام رهف سلام، سلام أبو خليفة سلام، تهانينا لسالم بن خليفة بن سيود الدرعي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بينما ثاني الأسماء متابعينا الكرام كانت مريفة لسالم بن محمد بن سعيد بن محمد العفاري، بينما المركز الرابع أو الثالث ثالث الأسماء وصلت قناة علي محمد بن محنى بلوي العامري، رابع الأسماء وصل أيضا الشعار الشامسي مع أيضا عزام محمد بن سعيد بن متعب الشامسي خامسا، المركز الخامس متعب لسالم بسليب بخصوان العامري. إذا تهانينا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام لمالك رهف ومقدم لنا رهف في هذا المسار، سالم بخليفة بن سيود الدرعي، تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ولحظة الوصول متابعينا الكرام 13 دقيقة 23 ثانية 18 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.